تركوا شغله وهلا انا بعيله وعنده اثنين ببيت وعنده اجار بيت مسؤولة انا عنه وانا لوحدي كمان مسؤولة عن عائلتي يعني جوزي ما بيقدر البيوت كلها هي اللي متضررة هون يعني نحن خايفين هلا من شغلة انه ما في زبونات بقى يعني مثل كل المحلات يعني الميني ماركت اللي عم بيجرب يفتح يعني الا ما تترمم البيوت كلها وترجع العالم لهون يعني بده كله يوقف بالنهاية ما حدا طلع علينا اجوا شباب نظفوا لنا المحل مشكورين شباب اول ما بلشنا ما قصروا بشيء هن الوحيدين يلقلون علينا تو بي اونست يعني غير هيك ابدا ما اجى حدا ما فينا عم نجرب نرجع ناخذ نستعيد الحياه مثل ما بيقولوا لسبب واحد عندنا امل بهالبلد رح نضل ومر علينا كثير 30 سنه يعني بس هالمره الانفجار اللي صار قد 30 سنه بفتكر ترك دامج وترك مشاكل نفسيه اذا بدك فينا